السلام عليكم، الله يعطيكم العافية يا متابعين، مساكم الله بالخير. طبعا كلنا نسمع عن الفلوس المزورة خاصة 500. اليوم طحت على فلوس مزورة 500 ريال اللي هي هذه، وهذه الأصل. طبعا بحركة بسيطة تقدر تفرق بينهن. أنا ما عرفت الحركة إلا اليوم، تورطت وبغيت أروح الشرطة، لكن الحمد لله جت سلامات. هذه الأصلية هنا، تشوفون 500 مكتوبة مضبوط على خطين هنا، وفي 500 بالإنجليزي هنا، ها شايفينها؟ لكن المزورة ما في 500 بالإنجليزي هنا، وما في بالخطين هنا 500. شايفين الفرق؟ هنا في 500، هنا ما في 500. هذه أبسط حركة تعرف الفلوس المزورة، خصوصا فئة 500. انتبهوا يا الربع، انتبهوا انتبهوا، والله إني بغيت أروح بها لكن الله سهل علي. ها هنا 500 واضحة بالإنجليزي وبالعربي، وهنا ما فيه، هنا ناقصة. شوف ها وش يبغى، والشريط هذا، ها شوف ايوه هو الشريط، هو هذا.